صور وصور خبر بس مش هذا الشيء اللي تابعنا الحادثة بشكل متواصل وحسب الاجتماع مع الشمال وبعدها قررنا اليوم الثاني فكان يوم كان يوم يعني قررنا يوم ثاني ان نذهب الى إدارة المرور والترخيص يعني يسلمونا ترخيص باستلام الجهد لتسمية المدينة. فقال لنا الشرطة المرور الموجود هناك بأن لا يمكن أن يستلم أي مقتنيات من مقتنيات الشهداء إلا بعد وجه استلام ترخيص بالإتمام. ذكرت لك اليوم كان وجه الشرطي مرتبي مش عارف يتكلم لازم اعرف الاذن من الباب المناوب فاضطر لي الى مشكله يوم ثاني ثالث سلمونا الفيديو الايدال على وقوع الحادث لان كان الشارع اللي تم في وقوع الحادث كان في موجود كاميرات امنيه وما في شارع في شارع ثانيه الا في وجود كاميرات امنيه فاكدني الشرطه اللي موجود حاليا كنا نتابع المهام قال لنا بعد اسبوعين يتم استلام الفيديو الامني المصور من حيث الشارع لصاحب الخالق فانظرنا اسبوعين تقريبا فراجعت مره ثانيه على ان استلم الشريط المصور في هذا الاثناء طبع خروج تصوير فيديو ثاني من شخص مشغول الهوية يبين لنا أن هناك شبهة جنائية وقعت قبل وقوع حادث الشهيدين أن هناك شخص خارج من فتحة السيارة تم إطلاق هي سيد زيمو هي فوق نارية هذا شيء يجبني أكثر فقررت أن أقدم بلاغ جنائي بسبب الشبهة الجنائية الموجودة بالشيء الثاني في الفيديو. فاتجهت الى مركز الشرطه المختص وقال ان احنا ما يمكن نستلم البلاغات في جهه عليا تتبع هذه البلاغات الجنائيه اضطرت ان انا اذهب الى النيابه العامه بالخصوص النائب العام الاول في النيابه العامه وتقدمت بلاغ اللي انا قابلت اللي اقدر اقابله مجرد ان الشرطي الحارس موجود على الباب قدمت له الخطاب وقال لي انا اوصل هذا الخطاب حق الجهه المعنيه بحيث ان هي تباشر مأموريتها في استكمال اجراءات تحقيق الحادث. كذا ممكن مكالمه كذا سؤال كذا اذهب لهم استفسر شنو صار في الحادث حتى الان في تكتيك عن الموضوع بشكل فظيع. فانا اللي انا الاولى يعني يا وزير الداخليه انت ما شاء الله عليك يعني عندكم ضباط وعندكم مصادر سريه كثيره فهذا شيء صعب عليكم انكم تستطيعون من ورغم من اللي وقع هذا الشخص من الشخص اللي تعمد واستهدف الشهيدين. احنا في البدايه على ما وصلنا للخبر قلنا حادث مروري وقع قضاء القدر والشهيدين راحوا. بعدها في اشخاص جم حق اهالي الشهيدين بالخصوص واكدوا انهم لا في تم استهداف من قبل سياره مدنيه للشهيدين ووقع الحرب. فانا حاليا يعني لا زلت معاهم ان انا اتابع اجراءات التحقيق في الحادث واصر على وزير الداخليه بالخصوص انه هو مسؤول عن اي حادث تقع في البحرين. انتم اذا عندكم ما شاء الله الشبكات الخلايا الارهابيه تدعونها اي حادثه وقعت ما تاخذ لها 24 ساعه الا استوقفتم من مرتكب الفعل فهذا شيء بسيط عليكم عندكم كاميرات ازرق من دائما في شارع ناس الفيديو الظاهر المنشور بكل عالي بكل جاره يعني يبين يعني شبهه جنائيه لا شك فيها بان هي وقعت من شخص متامل باطلاق النار. ف يعني هذا شيء خارج عن ارادتنا اذا لم يتم التحقيق.
التحقيق في الموضوع، واذا لم يقدم الجناح الى المحاكمه العادله فهذا شيء فاعل من ارادتنا.